نشاهد الآن تمثال السيدة أم كلثوم سيدة الغناء العربي. هذا التمثال يوجد بمدخل مدينة السنبلاوين دقهلية، ومدينة السنبلاوين إحدى مدن محافظة الدقهلية. والسيدة أم كلثوم ولدت في قرية طماي الزهيرة مركز السنبلاوين دقهلية، ومن جانبه حرص محافظ الدقهلية على وضع تمثال للسيدة أم كلثوم في ميدان يحمل اسمها على بعد خطوات من ديوان عام محافظة الدقهلية. وتم افتتاح الميدان بالتمثال في 6 أكتوبر 2019. أما هذا التمثال الرائع وهو في مدخل مدينة السنبلاوين، كان يتواجد في ميدان محطة قطار المنصورة. وشكراً.